أخبار الجامعة المغربية بإيجاز من استوديو قناة كومبيس ماروك تيفي، مرحبا بكم. أمر وكيل الملك بمحكمة طنجة الابتدائية بوضع 3 طالبات بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة رهن الاعتقال الاحتياطي، وذلك بهدف التحقيق معهن بعد الاشتباه في تورطهن في قضية تتعلق بإعداد محل غير مرخص لتناول الخمور والتحريض على الفساد وممارسته. قررت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان تأجيل امتحانات الدورة الخريفية لواحد من فبراير بدل 17 من يناير 2022. أطلقت مؤسسة محمد السادس للتربية والتكوين برنامج نافذة 2، وتندرج هذه النسخة في إطار حرص المؤسسة على توفير حرية الاختيار للاستفادة من هذا البرنامج، حيث تتيح المؤسسة لمنخرطيها إمكانية اقتناء أجهزة الحاسوب من أي نقطة بيع من اختيارهم، شريطة أن تكون تابعة للقطاع المهيكل، اشتراك في كل من الهاتف النقال واشتراك آخر في الانترنت 4G أو ألياف بصرية بتخفيض 25%، وذلك لدى كل شركة اتصالات على حدة. يبقى التخفيض سريا لمدة 2 قابلة للتجديد، ويحق لسائر المنخرطين الحصول عليه دون حد أقصى للمستفيدين. نهاية موجز الليلة، إلى الغد.